السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتصوير، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم طريقة تغيير السنسلة ديال السروال اللي كتكون ضايعة أو السوستة ديال السروال. هنا كيف ما كتشوفوا هذه هي السنسلة ديال السروال الأصلية، غادي نحيدوها. هنا كيفاش غادي نديرو نحيدوها؟ كندوزو على داك الخياطة ديالها، كنحيدوها من داك الخياطة كيفاش كتشوفوا من هنايا، يعني البلاصة اللي راكبة فيها السنسلة. غادي نفتقوا داك الخياطه، من الاحسن هنا تستعملوا داك المفتق، هذا راه ما يعني داك المقاس ما كيفتقش مزيان، ديروا داك المفتق باش يفتق لكم هاد الخياطه. صافي كتبقاو تحيدوها غير بشويه، يعني غير الخياطه اللي دايره على السنسله. هنا كيف ما كتشوفوا انا حيدتها، بقيت كنفتقها حتى حيدتها. ودابا غادي نجيب سلسله جديده كيف ما كتشوفوها، جبت هذا النوع هذا لانه ما كيخسرش بزاف. غادي نجيبها بحال هكا وغادي نعاود نركبها. الطريقه ديال التركيب ديالها سهله، يعني لانها كتكركبوها في البلاصه ديال السلسله القديمه. ان شاء الله مازال غندير معكم الطريقه ديال تفصيل السروال الكلاسيكي، وغادي نوريكم كيفاش غير كنفصلوا هاد السروال بالسلسله وكيفاش كنركبوها. هنا غادي نركبوها يعني بطريقه عاديه، يعني غنركبوها بلاصه السلسله الاخرى بحال هكا. كنبقاو غاديين بالخياطة، هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كتجي. خيطناها من الجهة الأولى يعني عادي، دابا غادي ندوزو نخيطوها من الجهه الثانيه. هنا من الجهه الثانيه من الداخل، من الاعلى كندخلوها الفوق في داك السنطه. نتوما ملي غادي تفتقوا داك السلسله الاولى غادي يبان لكم، غتسهل عليكم ان طريقه الخياطه، يعني غتعرفوا كيفاش كانت مركبه السلسله الاولى، غتجيكم سهله. صافي وكنعاودو نخيطو هنايا الجهه الثانيه. هنا من بعد ما ركبتها دابا شنو غادي يبقى ليا؟ غير انني نثبتها من الاسفل باش ما تبقاش تخرج ليا داك السلسله. صافي كنسدها وكنقلبها للداخل باش نحيد داك الزياده، لان السلسله شويه طويله. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نحيد داك الزياده، ومن الداخل غادي يكون واحد التبطين ديال السلسله كيف ما كتشوفوا، كنتني بحال هكا وكنعاود الخياطه، كنعاودوها على الوجه. كتجي بحال هكا. هنا ضروري ما تنقيو داك الخيط من السلسله الاولى. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو نخيطو ونثبتو السلسله من الفوق من الجهه ديال السنطه باش ما تبقاش تخرج لينا. نفس الطريقه غادي نديرو الجهه الثانيه،
وكيجي الشكل ديالها بحال هكا، كتجي مركبه يعني بحال السلسله الاولى اللي كانت في السروال، كتجي يعني ما كاينش شي فرق، كتجي متقونه. الطريقه ديالها كيف ما شفتوا جد سهله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم وليجيم ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.